أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة، وجه معادنا مع التحليل وون تاتش، ومشرفنا ومنورنا المحلل المتميز محمود شاكر. يا شاكر مساء الفل. مساء الفل عليك يا ابراهيم، اخبارك يا صديقي؟ انا زي الفل، سلامتك طبعا اول حاجه. الله يسلمك. البرد مبهدل شويه، برد كده على ما اوسم، الجو صعب فعلا. يلا بينا وان تاتش مع شاكر. ماشي يلا بينا، اتفضل يا شاكر. يلا بينا. طبعا كان عندنا المباراه الاهم والابرز، مباراه الزمالك وبيراميدز، ماتش هرمان كده من الدوري الانجليزي. شفنا اثاره كبيره جدا، شفنا جوان كتيره جدا، والاثاره والمتعه اللي كانت موجوده دي مش بس بسبب النمط الفكري او التكتيكي اللي كان على طول موجود من المدربين الاثنين، ولكن يا ابراهيم كان في كم اخطاء مش طبيعيه من الفرقتين، وهي اللي ادت للغزاره التهديفيه وكم الفرص اللي كان مش طبيعي، خصوصا لبيراميدز الشوط الاولاني، وبعض الهجمات النادي الزمالك في الشوط الاولاني وبرده في الشوط الثاني. ولكن المهم واللي كنا شايفينه، قال ازاي كابتن معتمد جمال بعد اوسوريو ما يمشي هيلعب ازاي؟ الراجل كان بصراحه شديده، قال انا مش هبعد عن الشكل بتاع اوسوريو، بس اللي كان الجديد على نادي الزمالك لما نيجي نستعرض التشكيل بتاعه، ان نادي الزمالك كان كل واحد بيلعب على عدلته. ماشي. وده شيء كان بقالنا كتير قوي ما شفناهوش، مش شفناش بقى لعيب نص ملعب بيلعب مساك، او مساك بيخش في نص الملعب وادوار مركبه. دي كانت التشكيله بتاعت نادي الزمالك، كان الزمالك بيلعب 3 4 3، عندك محمود علاء وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، ثلاثة مساكين، سيد نيمار ونبيل دونجا، ولكن سيد نيمار كان مفروض يبقى هنا، وابراهيم انضاي على الشمال، والثلاثة اللي قدام كان يوسف اوباما وشيكابالا هنا، وكان زيزو هنا. القصة كلها اللي كانت اللي كان عاوز نادي الزمالك يعتمد عليها ببساطة شديدة، ان انت حمزة المسلوسي لما النادي الزمالك يجي يطلع بالكورة يبقى عندي حل، ان حمزة المسلوسي لما يطلع على الخط ان هو يدي لي اضافة زيادة كانه باك رايت، ويبقى حسام عبد المجيد ومحمود علاء بيضموا العمق، وبيبقى نبيل دونجا وعمرو سيسي عاملين هنا كمان الحماية لنص الملعب، وسيد نيمار بيبقى موجود على الجبهه اليمين بيحاول ان هو يزق مع شيكابالا، وزيزو بيبقى الناحيه الثانيه بيزق مع النضاي لما موجود الناحيه الثانيه، ويوسف اوباما هو الشادو سترايكر او المهاجم الوهمي اللي كان بيتحرك. ماشي. هم حطوا لك التشكيله عشان يلخبطوك. ده حقيقه مش مشكله. ماشي. لو نشوف التشكيله برضو بتاعت بيراميدز عشان اشرح فيها بعض الحاجات قبل ما نخش على الحالات، لانه ده ما كانتش وقفتهم في الملعب، دي كانت وقفه لعيبه الزمالك في الملعب، انما دي اعتقد دي كانت صح الوقفه صح بتاعت بيراميدز. بيراميدز كان بيلعب 4 3 3 اللي كانت في الملعب بتبقى 4 1 4 1. القصه كلها كانت هنا في مهند لاشين، كلنا عارفين نادي بيراميدز كان بيلعب ميديم بلوك، يعني خط دفاع متوسط، كل اللعيبه كانت قريبه من بعض، الكومباكت اللي احنا دايما بنتكلم عليه ان لازم الخطوط كلها تبقى قريبه من بعض، وكانت اول ما تيجي تلعب كومباكت قدامك حاجه من حاجتين، الفريق قدامك يلعب ايه، يلعب الكوره العاليه في ظهر الدفاع او يلعب ما بين الخطوط. فمهند لاشين كان على طول واقف في الحته دي عشان خاطر زيزو لما ينزل يستلم. طب نيجي بقى نتفرج بالحالات، اول حاجه كان بيتكلموا عليها عبد الله السعيد لما كان بينزل خامس في خط دفاع نادي بيراميدز عشان خاطر ان هو يعمل عمق دفاع ويعمل زياده عدديه، ولكن القصه كلها عشان الناس كلها بتتكلم عليها، وعبد الله سعيد مش بيرجع لمجرد كده من اول المباراه، القصه كلها ان نادي الزمالك كان اعتماد بشكل كبير على الكوره على، تعال نتفرج يلا. من اول دقيقه لنادي الزمالك في المباراه، هنا نادي الزمالك بيحاول يحضر، اشوف محمود علاء، بص هنا عبد الله السعيد، هو نادي الزمالك نادي بيراميدز كان بيضغط معلش واحده واحده، هنا عندك مصطفى فتحي وعبد الله السعيد وفيستون مايلي، وهنا الاثنين عندي بلاتي توري ووليد الكارتي، ودايما كان مهند لاشين واقف وراهم عشان خاطر الحته ما بين الخطوط. نكمل بقى بالكوره، هنا هتوصل الكوره لدونجا، نادي الزمالك بيحاول يحضر علشان خاطر يلعب الكوره العاليه في ظهر دفاع نادي بيراميدز. عاوز اوريك هنا عبد الله السعيد عشان ده شيء مهم جدا، نكمل واحنا عبد الله السعيد دايما عينه على سيد نيمار علشان خاطر ما يخليش سيد نيمار يروح، تشوف دايما هو بيضغط دايما بيبص عليه. ولكن بص هنا بقى نرجع بقى للكوره عشان اقول لك ايه التغيير اللي حصل من باتشيكو، نرجع بقى من الاول خالص. عبد الله السعيد هنا كان بيضغط عالي شويه، فبالتالي سيد نيمار كان متساب، فبالتالي مين اللي موجود؟ لو نكمل الكره شويه هتلاقي ان شيكابالا موجود، شيكابالا سحب معاه مين؟ شيكابالا سحب معاه محمد حمدي، فاتخلقت المساحه، ده احمد سامي وده علي جبر، فاول ما شيكابالا سحب معاه محمد حمدي فبالتالي نفس الكلام احمد سامي هيضطر يرحل، فالكره اتلعبت عاليه ليوسف اوباما، دي كانت في الدقيقه كام؟ دي كانت في الدقيقه 55 في الثانيه 55 من الدقيقه الاولى. نكمل نشوف الحاله على طول بعدها، وكانت هجمه لنادي الزمالك، نفس الكوره برده الناحيه الثانيه، وهنا هيظهر الشكل اكتر اللي بنتكلم عليه، هنا بالظبط يوسف نضايا حاول نادي الزمالك بيجمع الكوره، عاوز اوريك هنا برده سيد نيمار، عبد الله السعيد هو اللي ضاغط هنا، وبص على وليد الكارتي موجود فين عشان التغيير اللي هتحصل بعد كده، نفس الكلام هنا، نرجع بقى هنا لحظه واحده. عبد الله السعيد سايب سيد نيمار.
فبالتالي محمد حمدي عينه على مين؟ عينه على سيد نيمار. فمحمد حمدي لو نرجع فريم صغير بسيط جدا هتلاقي ان محمد حمدي دايما اتجاهه لسيد نيمار عشان خاطر يضغط عليه. فاول ما محمد حمدي هيحصل هنا الراجل هيتلخبط نكمل كور، فهو محمد حمدي عاوز يروح لسيد نيمار، ولكن اول ما تلعب بص بقى المساحه الفاضيه اللي اتبعتت ما بين محمد حمدي وما بين احمد سامي وما بين علي جبر، هو ده اللي نادي الزمالك كان بيلعب لها. نشوف بقى الحاله وهي اتلعبت كره كانت خطره جدا لنادي الزمالك. ف باتشيكو قال لك انا مش عاوز العب بالخطوره دي، انا هعمل حاجه بسيطه جدا، رجع لي بقى عبد الله سعيد يقف لي هنا مع سيد نيمار وهنشوف ده اللي حصل. بص بقى التغيير اللي حصل، ده وليد الكارتي وده عبد الله سعيد. بعد لحظه واحده بس، لحظه واحده بس، بعد ما كان عبد الله سعيد هو اللي هنا وليد الكارتي هو اللي هنا، بقى وليد الكارتي هو اللي هيحاول يضغط على حمزه المسلوسي، وعبد الله سعيد هيرجع يا ابراهيم خامس. هتشوف 1 2 3 4 5 5 واقفين عند خط دفاع نادي بيراميدز عشان الكوره. بص بقى هنا عبد الله سعيد الضغط هتلاقيه خلاص على طول. بص بقى الكوره العاليه لما تيجي تتلعب العمق دايما متحصن من عند نادي بيراميدز، وبيراميدز خاطف الكوره. الكوره الثانيه برده نفس الكلام، هتلاقي برده كده كده. دي كلها الفكره بتاعت عبد الله، بتاعت عبد الله سعيد نفس الكلام. عبد الله سعيد رجع خمسه ليه؟ ورجع خمسه مش عشان خاطر بس الكوره. بص هنا نفس الكلام، هتلاقي عبد الله سعيد بيرجع خامس لما الكوره هتيجي تتلعب. اذا طالما الحاله متكرره يبقى ده دليل على ان دي تعليمات مدير فني. بالظبط كده، ده كانت القصه بتاعت عبد الله سعيد. طيب الشوط الاولاني كان دايما في مشكله كبيره جدا عند نادي الزمالك في الضغط بتاع نادي بيراميدز. بيراميدز كان بيلعب، لو نشوف بقى الحاله اللي بعدها على طول، الحالات اللي بعدها على طول. بص هنا عبد الله سعيد بيرجع زي ما قلت لك، كان دايما كده عبد الله كان مميز جدا بالظبط. وفي كور تانية قطعها كتير جدا، دي اخر حاله معانا في موضوع عبد الله سعيد. دايما نروح اللي بعدها عبد الله سعيد يا جماعه، الحاله اللي بعدها على طول. نادي دلوقتي كنا بنتكلم على نادي بيراميدز. نادي بيراميدز كان خطوره بتاعته ابراهيم الشوط الاولاني دايما بقوه كبيره جدا بسبب الضغط العالي اللي كان بيعمله النادي، مش ضغط العالي، بسبب الضغط اللي كان بيعمله نادي بيراميدز على حامل الكوره دايما في وسط الملعب. لو نرجع بقى هنا للكوره بالظبط، كان نرجع بقى للكوره دي من اولها خالص ونشوف هنا نادي. لحظه بقى نقف، بص بقى هنا الاربعه، الاربعه برضو والاثنين بتوع نادي بيراميدز. كل بيراميدز بيلعب في مكان ضيق جدا جدا جدا، مصعب الامور بشكل كبير على نادي الزمالك. نكمل الكوره مع بعض. بص على نادي شيكابالا ياخد الكوره، بص الضغط الضغط بتاع نادي بيراميدز، مفيش اي مساحه، شيكابالا مش لاقي حد يلعب له الكوره، فالكوره اول ما بتقطع تحول بسرعه رهيبه على نادي الزمالك، ودي كانت اول كوره في المباراه كانت ممكن تبقى خطره جدا. طب نكمل الحاله اللي بعدها، نفس الكلام هنا. بص بيراميدز، بص كل الخطوط بيلعب هنا خط دفاع متقدم شويه، اول ما زيزو هيجري بالكوره مهند لاشين، اللي قلت لك عليه ان هو دايما مهند لاشين واقف ما بين الخطوط عشان زيزو هو اللعيب الوحيد من نادي الزمالك اللي هينزل يستلم الكوره، اتقطع برده من عبد الله سعيد وتحول لهجمه خطره جدا للبلدوزر اللي موجود عند نادي بيراميدز وهو فيستون مالي. نفس الكلام هنا، هنا بقى عاوز ارجع قبل الباص ده ما يتلعب. شوف ابراهيم، كنا دايما بنتكلم على اسوريو، اسوريو مشكله في اسوريو ولا مشكله في لعيبه نادي الزمالك؟ في قرارات كتيره جدا من لعيبه نادي الزمالك. هنا حسام عبد المجيد ما حدش ضغط عليه، ما حدش ضغط على حسام، انت ممكن توقف تاني وترجع للكره تحت، لعيبه على وليد الكارتي، الكره اتحولت كل لعيبه نادي الزمالك، كره اتلعبت لفيستون مايلي، واحده من اخطر الكرات كانت موجوده بس والراجل اتاخر فيها شويه، وهنا كانت الخطوره اللي موجوده وكان ليه شكل بيراميدز خطر. علشان خاطر الزمالك كان بيروح يسلم الكوره في بيراميدز في مناطق بيراميدز وسايب كل الملعب مفتوح. نشوف الكوره دي، دي برده الكوره دي ثانيه، كوره اول ما اتلعبت ضربه مرمى من نادي بيراميدز، الكوره هتنزل على طول الثانيه، نفس الكلام برده سيد نيمار هيلعب لاوباما، اوباما بيعدي، عاوز اوريك حاجه في الارتداد بتاعت نادي الزمالك، اوباما هيعدي بعد كده هيحاول يلعب الاوفر. بص بقى لحظه اقف هنا بقى، هتلاقي اوباما وقع وزيزو وعندك شيكابالا، هتلاقي زيزو وشيكابالا الثلاثه ومعاهم نضاي في اخر الكادر عند ال 18 بيتكلموا ليه اوباما بيعاتبوه، يا اوباما العب الكوره بالعرض صح. بص بقى على الارتداد الدفاعي، بناخدها واحده واحده وهي ماشيه كده. بص على لعيبي نادي الزمالك لسه بيتعاتبوا الثلاثه هنا لسه بيتعاتبوا. بص يا ابراهيم خطوره الكوره دي، سيد نيمار ما بيضغطش، عمال يرجع دونجا وعمرو السيسي. بص بقى الخطوره هنا، بص نيمار هنا ما رجعش بمنتهى البساطه، النادي الزمالك كان بيسلم نفسه البيراميدز. هتشوف هنا هتلعب الكوره، بص بص الراجل ده هيتحرك ازاي بمنتهى السهوله، عبد الله السعيد وان تاتش، كوره كانت خطره جدا ودي اللي ضاعت، كانت مواقف وطرائف ان مصطفى فتحي ما اعرفش ضيع الكوره دي ازاي. يعني القصه كلها مش ان الكوره كانت بتلعب في دار الزمالك قد ما كان في قرارات كتيره غلط من لاعبين. بص الضغط اللي كان رهيب، من الماتش ده فيه تفاصيل غريبه جدا. بص الكره دي برده الراجل بيستلم بس هو الراجل مرعب، ما ضيع فرص كتير، ولكن بصراحه فيستون مايلي من المهاجمين مميزين جدا، مصطفى فتحي هنا برده الكره دي ما تضيعش. فكان في كور كتيره جدا من نادي بيراميدز في الشوط الاولاني فيها خطوره كبيره جدا. هنا نفس الكلام برده، ضغط عالي، مين ده اللي قطع؟ مهند لاشين. بكلمك اول ما يوسف اوباما هينزل يستلم ما بين الخطوط دايما مهند لاشين اللي بيبقى موجود. وفي كورتين كمان عشان اوري لك برده الضغط هنا، بص نفس الكلام، الضغط على عمرو السيسي
مش قادرين يطلعوا بالكوره على طول بيراميدز علشان خاطر ابراهيم، خطوطه كلها قريبه من بعض، اللعيبه كلها واقفه جنب بعض، فبسهوله شديده يقدر النادي البيراميدز ان هو كان يقدر يعمل الكاونترز هنا. هنا بقى عاوز ارجع للكره دي، اول ما الشناوي ياخدها ونرجع بقى لحظه واحده، وده حاجه غريبه جدا، الكسل اللي موجود في لعيبه نادي الزمالك. هنا الكره اتلعبت، الزمالك خسران 1-0، الكره مع الشناوي. بص محمود علاء، محمود علاء مش بص على الكره اصلا، بص بقى الكره دي اتحول ازاي، بص لعيبي نادي لحظه بقى لحظه كلهم كل لعيبي نادي الزمالك حتى لسه كمان بيتكلموا مع بعض وبيعاتبوا بعض. بص بقى كام واحد، 1 2 3 على 2 فقط من لاعبي نادي الزمالك، لولا ان الراجل يعني عمل فاول او ما قدرش، يعني هو ما عملش فاول، هو خدها بطريقه غلط، وعمر سيس ان هو حاول يعمل له اوبستراكشن او يعمل له اعتراض، والكره دي ما اتحسبتش حاجه. فهنا كان في خطوره كبيره جدا على نادي الزمالك، وده بسبب بص هنا برده اول ما الكره بتتقطع ارتداد ضعيف جدا من لاعبي نادي الزمالك، كره بمنتهى السهوله بتلعب ويستون مايل. دي القصة كنت بكلم معك ليه الزمالك كان دايما الشوط الاولاني كان وحش وكان بيطرح عليه كور كتيرة جدا. طيب في حاجة بقى مهمة جدا عاوزين يلا نتكلم عليها ابراهيم، نختم بيها شفتك اتكلمت، نختم بيها ماشي يلا نتكلم على احمد توفيق. كورة بتاعت احمد توفيق، احمد توفيق نزل في الدقيقة 61 لغاية الدقيقة 76. احمد توفيق لعب 17 دقيقة، لو نستعرض الارقام بتاعت احمد توفيق هتلاقي ان احمد توفيق لمس الكورة 4 مرات فقط في ال 17 دقيقة، عمل تمريرة واحدة بس من تمريرتين، عمل 3 فاولات اترقص مرة واحدة، كسب التحام واحد من 5 التحامات أرضية من 5 التحامات أرضية وما كسبش ولا التحام هوائي وفقد الاستحواذ مرة، 4 لقطات يودوا لك أحمد توفيق، وده اللي أنا بقول لك عليه، الكورة تفاصيل. مدير فني ممكن ينزل لعيب عشان يشيله او عشان يكسبه في الوقت اللي انت بتبقى كسبان فيه 1-0، دي اول كره في الماتش خالص، اول ما نزل بعد ما نزل ب 20-30 ثانية. الكره اصلا يا ابراهيم كان مفروض ان هو يطرد، يعني في كلام يعني كتير ان هو كان ممكن يطرد، رجليه عاليه شفناها على طول في الدوري الانجليزي بتتحسب ان هي طرد. دي اول لمسه، تعال نشوف تاني لمسه، دي تاني لمسه لاحمد توفيق، المفروض كان يلعب الكره، الراجل ده يروح انفراد. بص حتى بص سهلة. بص ده بقى ده يعني لو نرجع تشوف بقى مصطفى فتحي متضايق جدا وزعلان، بيقول له يعني العب لي، دي تاني لمسه لاحمد توفيق. لا ويوديه على فكره سهله جدا، حتى هو بيستغرب بيرش ساغ وهو مش اوفسايد، هو بيستغرب طالما من فوقيه كده خلاص، وسانتا راح انا وانت ونروح نجيب جون معاه. ده حقيقي. بص هنا نفس الكوره برده، دي اللمسه الثانيه. طب نشوف اللمسه الثالثه، اللمسه الثالثه كانت هتيجي انذار اصفر ثاني برده على احمد توفيق وكان هيطرد. نفس الكوره هنا، بص الكوره اتلعبت، دي اتخبطت فيها، دي تقريبا الكوره اللي لمسها كله في المباراه، الكوره اللي بعدها على طول، ادي اللمسه الرابعه واللمسه الاخيره. ابراهيم بص برده الراجل هنا احمد توفيق استلام وحش جدا، اتقطعت منه فاول قبل الفاول الثاني بثلاث دقايق بالظبط، ولاعيبه الزمالك قعدت تزعق وقعدوا يحاولوا ان هم يطلعوا الكره بره عشان ادي 4 لمسات يا ابراهيم، الخمسه طرد. فانت قول لي هنا احمد توفيق نزل عمل ايه معنا؟ لا ضر في نزل ضر في قبل حاجه بسيطه قبل الاهداف عشان عاوز اوريك لقطه يلا مهمه جدا يلا. من اسبوعين كنا مع بعض هنا اتكلمنا على الهدف اللي جابه ضربه الجزاء اللي عملها نادي الزمالك مع نادي انبي، الاوت اللي بيتلعب على العارضه القريبه، وقلنا شفنا التحرك. تعالى بقى نفتكر الهدف تاني ونربطه بالهدف اللي جابه بيراميدز في اول. هنا لو نفتكر الكره دي قلنا ان المفروض طبيعي ان اللعيب طويل يروح للحته دي عشان خاطر يلعب السكند بول، نفتكر مع بعض هتلاقي محمود علاء قطع على طول علشان خاطر الكره تتلعب وعلشان خاطر جت منها ضربه الجزاء عشان السكند بول او الكره الثانيه تنزل للاعيبه نادي الزمالك. تعالى بقى نشوف الهدف الاولاني من نادي بيراميدز والذكاء اللي موجود وصياعه الكره اللي موجوده عند الشيبي، وهي كره متحفظه من باتشيكو. هنا دي بص يعني لو في قبلها بشويه كان في حته كان بيشاور له فيستون مايلي، لو موجوده موجوده، مش موجوده خلاص. ايوه هنا نرجع قبلها بشويه، فيستون مايلي اول ما الكره اتلعبت اوت فيستون مايلي بيشاور له بيقول له اللي احنا متفقين عليه. هنا بقى بص على الشيبي، الشيبي بص فين يا ابراهيم؟ بص على العرض القريبه، والتاني ربط بيبص بطرف عينه. عاوز اوريك قبل ما يلعب الاوت هو هيبص بطريقه من غير ما حد ياخد باله قبل ما يجي يلعب الاوت بالظبط. نكمل بقى، بص هو بص على القريبة عشان كل فاكر انه يلعب على القريبة، هيبص بطرف عينه. نكمل، بص بقى يا ابراهيم شفت بص ازاي بطرف عينه على اليمين، وقام جاي عدل جسمه وقام لاعب الكورة على طول لهنا، وقف هنا بقى لحظة. بص بقى علي جبر، علي جبر واخد الاثنين دول طالع بيهم بره الاوفسايد عشان الكره الثانيه تنزل ببساطه، واخدهم علشان يكسروا بالظبط، مع ان الطبيعي ان يتلعب هنا. لا نادي بيراميدز عمل حاجه مختلفه تماما، ودي تريكه كانت موجوده من عند باتشيكو بمنتهى السهوله، فيستون مايلي بيحطها.
الجون الثاني برضو بص هنا ابراهيم لما خد الراجل خد الاثنين بالظبط كده. مصطفى فتحي برضو الهدف الثاني اللي جه بص نفس الكلام هو بسهوله برضو الدنيا ان علي جبر طلع الاثنين اوف سايد معاه. تعال بقى نشوف الهدف الثاني هو بسيط نفس الكلام ده الهدف الثاني بتاع نادي بيراميدز في الشوط الثالث الاضافي نفس الكلام الكوره هتتلعب عاليه هنا المره دي بقى اتعكسوا اول ما الكوره نزلت انا بقى عاوز اقف هنا لحظه واحده. بص يا ابراهيم اي كوره عاليه في الدنيا اوت بيتلعب هو رهان. الرهان مين الاطول مين الاقوى مين اللي واقف صح فانت ما تعرفش الكوره الثانيه هتنزل فين فمهم جدا لكل لاعبي نادي الزمالك يبقوا عاملين سكان كويس وشايف مين ورايا ومين جنبي لان الزمالك دخل فيه جون من انبي ضربه ثابته دخل فيه جون من مقاولين ضربه ثابته دخل فيه جون من بيراميدز في اول مباراه في الدوري برضو كرات ثابته اكتر نادي بيدخل فيه اهداف من المجموعات كل من الماتشات كلها اللي اتلعبت نادي الزمالك من الكوره الثابته. نبص على الكوره هنا اول ما رمضان صبحي لعبها بص هنا دونجا اصلا مش باصص وسايب ولا عامل سكان ولا واخد باله من اي حاجه اخر هدف بقى اوريهولك وهو ده اللي هننهي بيه والهدف ده برضو هي اخطاء متعاده من لاعبي نادي الزمالك. دلوقتي الزمالك كان بيلعب 11 لعيب هنا بقى نقف لحظه الزمالك كان بيلعب 11 لعيب وبيراميدز كان بيلعب ب 10 لعيبه فقط فالمفروض في الوقت ده في الدقيقه 106 الحمل البدني بتاع نادي البيراميدز يبقى اقل بكتير من لاعبي نادي الزمالك. تعال نتفرج على عبد الله سعيد اول ما خد الكوره وبالمناسبه الراجل رمى محمد حمدي في اخر 10 دقايق من الشوط الثاني ان محمد حمدي يلعب في رود هنا اول ما الكوره اتلعبت للشيبي اقف بقى لحظه واحده. طبعا ما فيش حد من لاعبي نادي الزمالك من الجانب الهجومي ضاغط خالص عاوز اوريك على الشيبي ونقف نبص على رؤى وعلى عبد الله جمعه كده كده عبد الشافي عامل صح جون ده ابراهيم نسخه طبق الاصل من جون النصر السعودي اللي دخل في نادي الزمالك لما بروزوفيتش كان عامل ايرلي كروس من بدري وكان بيضغط عليه سيد نيمار ولو نفتكر ابراهيم قبل ما نكمل قبل نفتكر اوسوريو كان بيتكلم بيقول انا ما بلعبش سيد نيمار لان انا مش مسامحه على عدم التغطيه في الهدف اللي جه من النصر السعودي. انا بقى عاوز نرجع شويه بقى للكوره قبل لا الزاويه اللونج حاضر الزاويه اللونج على طول هجيبها لك بس قبلها بشويه كمان يا جماعه الزاويه الطبيعيه بتاعت الكوره الزاويه الطبيعيه بتاعت الكوره. طيب هجيبها لك طيب تمام احنا كنا بنتكلم ان انت المفروض في الوقت ده في الحاله هي دي بالظبط اللي انا بتكلم عليها المفروض عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 8 لاعبين اثنين لاعبي نادي الزمالك في الحاله الدفاعيه المفروض في زياده عدديه صحيح. لما اول ما الشيبي يرفع الكوره كالعاده رؤى مش واقف كويس كالعاده عبد الله جمعه مش بص على اللي وراه لحظه بقف هنا بقوم كام يا ابراهيم 1 2 3 4 على الثلاث لعيبه من لاعبي نادي الزمالك ففي اخطاء في التمركز مش طبيعيه ولكن الانتصار اللي حصل لنادي الزمالك هو انتصار لجماهير نادي الزمالك وانتصار لاوضه اللبس وانتصار لقيم ومبادئ نادي الزمالك اكيد. شاكر بشكرك شكرا حبيبي عندك عبري. مشكله انت شاكر بشكرك شكرا جزيلا كميات شكر غير طبيعيه في كل مره لازم اقول لك نفس انا اللي بسعد جدا بوجودي معاك والله يا ابراهيم شرفتنا النهارده بشكرك شكرا جزيلا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل معلوماتي مع ريهام وشوقي وعبد الباسط خليكم معانا.